جدعان الله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم بروكا، عيد مبارك سعيد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الكيكه ديال العيد كتجي زوينه بزاف وغزاله وكتجي هشيشه. تبعوا معايا المقادير. هنا عندي 4 ديال البيضات، قشور حامضه، عندي 8 غرام فانيلا، 20 غرام بيكن باودر، كأس سكر سنيدة، وكأس ديال الزيت، عندي قطرة من الخل، وعندي علبة ديال داناب تقريبا كاس، والطحين حسب الخليط تقريبا 300 غرام. تبعوا معايا المقادير. نتمنى هاد الكيكة هادي تعجبكم وتجربوها، راه كتجي زوينة بزاف وهشيشة. وتبارك الله عليكم وعيد مبارك سعيد، وإلى اللقاء إلى وصفة أخرى إن شاء الله. صاحبي